السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الحنان بحكي معكم من بيتي. زي ما أنتم عارفين، التقويم العبري اليهودي مليء بالأعياد. كل شهر تقريبا في عندنا عيد أو أكثر من عيد، والأسبوع الجاي راح نحتفل بعيد مهم جدا اللي هو عيد الأسابيع. سيكون في يوم السبت المساء، بيبدأ بيوم السبت المساء وبيكون يوم واحد في يوم الأحد. أنا راح أكون ساعتها في أمريكا في زيارة أخوي، وكمان بنت خالتي، بنت عمتي راح تتزوج، فمش متأكد إني أكون معكم هون. بس حبيت اليوم أشرح لكم شوي عن هذا العيد الحبيب والحلو، عيد الأسابيع. أولا، في التوراة عيد الأسابيع هو عيد زراعي زي تقريبا كل الأعياد أو معظم الأعياد في التوراة، مرتبط بالحياة الزراعية في أرض إسرائيل أو فلسطين. فهو أولا عيد حصاد القمح. فبدي أقرأ لكم النص، الآية من سفر الخروج 23، اللي بيحكي عن 3 الأعياد. أعياد الحج اسمها، وأصابيع هي من أعياد الحج اللي كانوا يحجوا كل سكان الأرض. اليهود يأتون إلى بيت المقدس مع قرابين وأضحيات في هذا العيد. فهو موجود بهذا الثلاثي مع عيد الفصح في شهر نيسان، ومع عيد الأعراش في شهر تشرين الأول أو تشرين الثاني. فهيك مكتوب في التوراة سفر الخروج فصل 23: 3 مرات تعيد لي في السنة، تحفظ عيد الفطير، هذا هو عيد الفصح، 7 أيام تأكل فطيرا كما أمرتك في الوقت المحدد من شهر أبيب، لأنك فيه خرجت من مصر، ولا يحضر أمامي فارغا. وتحفظ عيد حصاد بواكر غلتك، هذا عيد الحصاد، عيد الأصابيع، عيد حصاد بواكير غلتك، غلاتك التي تزرعها في الحقل، وعيد جمع الغلة عند نهاية السنة، هذا هو عيد الأعراش، عندما تجمع غلاتك من الحقل. 3 مرات في السنة يحضر جميع ذكرانك أمام الرب الإله. هذا يعني أنه يجب أن يأتي كل اليهود إلى بيت المقدس 3 مرات في السنة. فأولا هو اسمه عيد الحصاد، ولكن في التوراة اسمه أيضا عيد الأصابيع. ليش؟ إحنا حكينا قبل إنه إحنا بنعد 7 أصابيع من يوم من بعد يوم الفصح إلى عيد الأصابيع. فعيد الأصابيع هو العيد الوحيد في التوراة اللي مش مذكور تاريخه في التوراة، تاريخ الدقيق في السنة. ليش؟ لأنه بيختلف حسب رؤية القمر في كل شهر. هيك كان في التوراة، كل شهر كان يعني أو كان ممكن يتحرك من يوم ليوم حسب رؤية القمر في الأشهر بين نهاية الفصح وال50 يوم إلى يوم الأصابيع. بس هيك اسمه في نفس سفر الخروج 34: وأوائل بواكير أرضك فأتي بها إلى بيت الرب إلهك، ولا تطبخ الجدي بلبن حليب من أمه. 3 مرات في السنة يحضر ذكرانكم كلهم أمام السيد الرب إله إسرائيل. آية 22: وعيد الأصابيع تقيمه لك ببواكير حصاد الحنطة، وعيد الغلة تقيمه في نهاية السنة. حصاد الحنطة اللي هو القمح.
فاليوم احنا ما بنقدس او بنقرر من الشهر حسب الرؤية، عندنا روزنامة والتقويم قائم موجود. فاليوم احنا عارفين انه عيد الاصابع بيكون كل سنة في السادس من شهر سيفان، اللي هو شهر في التقويم العبري. فكل سنة في شهر سيفان نحتفل يوم واحد بعيد الأصابع، خلافا للأعياد اثنين اللي ذكرتهما، اللي هم عيد الفصح 7 أيام وعيد الأعراش أيضا 7 أيام. عيد الأصابع هو فقط يوم واحد. بس هو مش بس عيد زراعي عندنا، لأنه حسب تراثنا واعتقادنا هو أيضا يوم استلام التوراة في جبل سيناء. فلذلك هو بيشبه كثير ليلة القدر عند المسلمين، ونحن اليهود الملتزمين نقعد طيلة الليلة ونتعلم وندرس التوراة ونعمل يعني حفلات، مش حفلات بس، نسهر كل الليلة وندرس عند الحاخامات أو ما بيننا النصوص اليهودية. وهو يعني عن جد ليلة حلوة جدا. لو أتيتم إلى القدس لرأيتم الشوارع خالية من السيارات ولكن مليانة بالناس يتمشون وبيروحوا وبيجوا من درس وإلى درس ومن كنيس إلى كنيس، وهذا منظر جميل جدا ورائع. بس موعد استلام التوراة مش موجود يعني اليوم الدقيق أو الموعد، فلذلك هذا حسبوه يعني الحاخامات، وفي اعتقادنا أو في حسابهم طلع في نفس يوم عيد الأصابيع أو عيد الحصاد كما هو مذكور في التوراة. ففي شيء مهم أو مثير للاهتمام عندنا في إسرائيل، في الأماكن العلمانية يعني مثلا الكيبوتات أو يعني المناطق الزراعية، المشافين يعني التجمعات السكنية الزراعية، الإسرائيليين يحتفلون بهذا العيد بطريقة مختلفة. يعني هو بظل عيد زراعي، مثلا بيورجوا التراكتورات أو الحصاد إذا في حقول في هذه المنطقة. وإحنا خلافا يعني اليهود المتدينين، وحتى خاصة اللي بيسكنوا في مدينة مثلي، يعني يمضون هذا العيد في الكنيس وفي بيتهم مع العائلة ومع الأصحاب، مش في الحقول زي العلمانيين في إسرائيل. هذا هو يعني كلام مختصر عن عيد الأصابيع، اللي هو عن جد أحد الأعياد المفضلة والمحببة عندي. وللأسف مش راح أكون هون، زي ما قلت لكم راح أكون في أمريكا أيضا بين يهود وفي الكنيس، ولكن مش كالمعتاد. حبيت أن أجاوب على سؤال إجاني عبر اليوتيوب، وبسأل: قبل بدء الطعام هل تذكرون اسم الله والدعاء مثل المسلمين؟ حيث نحن نقول بسم الله، وعندما ننهي طعامنا نقول الحمد لله. فحبيت أجاوب على هذا السؤال إنه مهم جدا. الجواب نعم، اليهود يذكرون اسم الله في أي موقف وفي حالات كثيرة في حياتهم، وخاصة في الأكل. هناك دعاء خاص ومعين لكل أكلة نأكلها. مثلا لما نأكل فواكه من أشجار، في دعاء معينة للفواكه نقولها قبل الأكل. فبدل ما بنقول بسم الله بنقول بارك الله إلهنا ملك الأرض ملك الكون الذي خلق فاكهة الشجرة. أو إذا أكلنا بطاطا أو جزرة أو شيء من الأرض أو خضار،
بنقول نفس الكلام، إلهنا ملك العالم الذي خلق ثمار الأرض. ومش بس عند الأكلات، في كمان مواقف مختلفة في حياتنا، لما بنشوف القوس في السماء، لما بنسمع الرعد، أو بنشوف جبال جميلة جدا أو مناظر جميلة جدا. كل موقف ووضع في حياتنا له دعاء خاص، حتى لما بنشوف ملوك في دعاء خاص للملك، في دعاء خاص لما بنشوف إشي شاذ أو استثنائي في حياتنا، مثل إنسان معين استثنائي أو شاذ، حتى في هذا الموقف في تسبيح وفي دعاء. وحتى الملتزمون مش دائما يعرفون كل دعاء، وحتى أنا لا أتذكر دائما كل دعاء، بس عندنا كتاب صلاة اسمه سيدور، وهو موجود عندنا في صلواتنا، لأنها أطول من صلوات المسلمين. أطول دعاء عندنا بتم بعد أكل الخبز، قبل أكل الخبز اللي هو يعتبر أساس الوجبة أو أساس الغذاء عندنا من أيام، يعني من 2000 سنة. فلازم نغسل أيدينا قبل أكل الخبز، بعدين نقول دعاء: بارك الله اسم ملك الدنيا الذي خلق الذي أخرج الخبز من الأرض، هيك نص الدعاء. وبعد الدعاء، بعد الأكل عفوا، في هناك دعاء أطول مركبة من أكم من دعاء، فهذا بيأخذ شيء 3 4 دقائق حتى نخلص كل الدعاء، وإحنا بنقولها بعد وجبات كبيرة عادة. أوكي، هل في هناك أسئلة إضافية؟ باكر بيقول لي كل سنة وأنت سالم، وأنت سالم، شكرا. إبراهيم، إذا عندك سؤال تفضل. أوكي، أنا مش شايف. رشا: ما أهمية هيكل سليمان عليه السلام عند اليهود؟ أوكي، هاي مش أول مرة بيسألوني هذا السؤال. هيكل سليمان أو بيت المقدس، بيت المقدس، مثل هو زي ما هو زي ما إحنا بنسميه، له أهمية تاريخية. إحنا بنذكر بيت المقدس في صلواتنا اللي انكتبت في الشتات في الجاليات اليهودية بعد تهجير اليهود، فهي لا تزال، يعني أو بيت المقدس لا يزال مذكور في صلواتنا. وحتى وإحنا هون رجعنا، من وجهة نظرنا رجعنا إلى أرضنا، ولكن لا نزال نذكر الهيكل أو بيت المقدس. ولكن أهمية الهيكل هي التاريخية. ليش؟ لأنه الديانة اليهودية تغيرت من أساسها بشكل جوهري في 2000 سنة اللي فاتت. فبدال ما بنكون أو بنقوم بالعبادة في بيت المقدس زي ما كنا نعمل قبل 2000 سنة، غيرنا هذه العبادة، واليوم العبادة تتم في الكنيس، كل واحد جنب بيته في كنيس أو في مدينته، وإحنا ممكن نصلي لحالنا، فما فيش كهنوت اليوم، ما فيش كهنة بيقوموا بالعبادة في بيت المقدس. فهي ذكرى تاريخية لليهودية العتيقة اللي كانت موجودة في الماضي. لا يزال هناك فئة صغيرة جدا وضئيلة في بين اليهود الذين يؤيدون إعادة بناء بيت المقدس على جبل الحرم، ولكن هم أقلية أعتقد، ولا يمثلون معظم اليهود اللي لهم الهيكل أو العبادة أو الأضحيات
الحيوانية هي ذكرى تاريخية فقط لا غير، وهذا الأمر بالنسبة إلي. عندكم يوم قيامة وما هي أحداثه؟ هلا سألوني كثير عن يوم القيامة عند اليهودية، في هناك خلاف، يعني التلمود بذكر أعمال مختلفة أو مواقف مختلفة، بعضها موجود في رواية يوم القيامة في الإسلام، يعني الصراط والخيار بين الشر الجنة والنار، وهيك أشياء موجودة أيضا في اليهودية، ولكن نحن لا ندرس هذه الأشياء في المدارس الدينية ولا نهتم فيها كثيرا، أو أنا خاصة لا أهتم كثيرا، لا أفهم في الغيبيات أو في المستقبل. وسيدنا الحاخام موسى بن ميمون أمرنا ووصانا إنه ما نعطي كثير اهتمام لهيك أمور. إحنا عبادتنا كيهود في الدنيا ليس في الآخرة. هناك مقولة أو آية في المزامير بتقول ليس الموتى يعبدون الله، فنحن نؤمن إنه عبادة الله تتم في حياتنا، في حياة الدنيا، وبالنسبة للآخرة الله أعلم، لازم نعمل الصالحات ويعني نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر، والباقي نتركه لله. شكرا جزيلا لمتابعتكم، وإن شاء الله أشوفكم عن قريب.